السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله اخواتي وصفتنا غتكون عباره على لحم الراس بواحد الطريقه مميزه. فكنتمنى ان شاء الله تشربوا وتنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش دير لايك للفيديو وتشترك في القناه باش يوصلكم الجديد. فكنتمنى لكم فرجه مزيان. بالنسبه للطريقه ديال طياب ديال هذا الراس، محتاج على بركه الله طبيعه الحال الراس ديال الغني. انا طبيعه الحال خديت هذا الراس هذا من عند الجزار، الراس ديال العيد. فانا تنشوطو وتنغسلو مزيان وتنخليه بالقشره، يعني كنخليه بالجلده ديالو. الجزار هنا زول ليه الجلده، المهم تما خليه بالجلده ديالو اللي تيبغيها خليها. يعني انا يا عزيز عليا وراني يعني كنعرفو الجزار هذا هو زول ليه الجلده ديالو. قلنا عندنا راس ديال الغنمي، عندنا هذا وروح الملاحظه بالنسبه لراس الغنمي، حاولوا تقطعوا قطع صغيره، ما تخليوش هكاك صاين، حاولوا تقطعوا قطع صغيره. واللي بغى يدير حتى لحم راس ديال البكري حتى هو كيجي رائع جدا. غادي نحتاجوا ثلاثه ديال القمح البلدي الزرع ديالنا، كنحاولوا نرطبوه في الماء مزيان، وغادي نديروه في واحد الكموسه ونطيبوه مع اللحم بالراس. غنحتاجوا معلقه ديال السمن، الا كان عندكم يعني هذا السمن بلدي طبيعه الحال يمكن لكم تذوبوه، اللي بغاتو بكميه كثيره ذوب شويه ديال السمن بلدي. انا درت فقط معلقه صغيره. عندي راس ديال الكركوبه ديال الثومه مدقوقه، عندي حامضه مصيره، وان شاء الله كنوعدكم انني ان شاء الله من غادي يفوت العيد كبير غادي ندير لكم واحد الحامض مصير، وكيكون هو حامض مصير ومعسل في نفس الوقت، يعني كيكون فيه السكر وميمطو كتكون فيه سنينه. هذا الحامض اللي كيكون هكا كيكون المزيج ما بين السكر والسنينه تعطي واحد المذاق رائع، خصوصا هاد الطنجيه الحركه ديال الدجاج ولا ديال لحم الراس ولا ديال اللحم، يعني كيجي شي المذاق ديالو رائع. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه ديال السكنجبير الراس، معلقه ديال راس الحانوت ولا المروز هي اللي صيفط معاكم. غادي نحتاجو معلقه ديال الكمون، زيت الزيتون بطبيعه الحال. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. غادي ناخذ طبيعه الحال اللحم، غادي نوضعوه في الطنجره ديال الضغط اولا الكوكوت. غادي نوضعوا معلقه ديال التحميره اللي عندنا، كذلك سكنجبير ونص معلقه صغيره ديال المروزيه، الكمون، الثومه والسمن، نضيفوا هذيك الحامضه مصيره، نضيفوا قلت ما قلنا حامضه مصيره، نحاول نقطعها يعني على ربعه طبيعة الحال. زيت الزيتون يعني اي طنجية كيفما بغا يكون النوع ديالها، سواء ديال اللحم اولا يعني الكمون والحامض مصير، زيت الزيتون، السمن مذوب والزعفران شعرة. نسيت ما قلتلاش في المكونات، ولكن غتلاحظوا معايا اخواتي انا اللي خديتو كيفما غتشوفو، ودرتو في الماء مدافي يعني باش يطلق مزيان، خديتو وضعتو في الماء مدافي باش يطلق. غادي نوضعو على بركة الله ف كيفما غتلاحظوا معايا، حاول ما تمرقوش حتى الفوق، يعني غير القياس باش غادي يطيب لنا. نحاول نحرك هنا، هنا كما كتلاحظوا كناخذ واحد الزيف ديال حياتي وتنحاولوا اننا نوضعوا فيه. طبيعي الحال الزيف يكون نقي خاص بالمطبخ، يعني كنحاولوا اننا نوضعوا فيه القمح ديالنا ونحاولوا اننا نجمعوه بهذه الطريقه. هذه نلموه على شكل صريره، نخليو شويه صريره تنفس، يعني ما نزمتوش بزاف صريره، نحاولوا نخليو لها شويه واحد السباس بهذه الطريقه هذه، ونعقدها صافي. غادي نوضع دابا في الطنجره ديال الكوكوط بطبيعه الحال مع لحم الراس. نحاول ندير لها بلاصه لان الكوكوط عمره نحاول نشوف كي غندير لها. ما تذكرتش الملح في المكونات، كتعرفوا ان الحامض مصير والسمن مالحين، لهذا غادي ندير واحد شويه غير شويه، ما تكثروش لان ما تعرفوا يجيكم سميتو مالح. عندي السمن مالح وعندي الحامض مصير مالح كذلك، غير شويه صافي. انا غنزيد دابا الكوكوط، ندير لها صفاره بطبيعه الحال طيب على عافيه مهيله. مني غادي طيب فتنزولوا لها العظيمات، يعني هذا الراس هذا قد تلقاو ان العظيمات تفتوا يعني تفرقوا على اللحم، حاولوا تزولوهم وتنقدموها بالصحه والراحه. غادي تدي معكم الطياب مده ساعه في المكانه تقريبا، غادي ياخذ واحد ساعه المكانه صافي. هو واجد
الطبق ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما طاب، يعني تنخليه واحد ساعه حتى ساعه ونص على حسب الا كان الراس صغير فالحين كيطيب، اما الا كان شويه كبير فتياخذ شويه الوقت. ما نعاودش لكم، هذا انا بالنسبه ليا احسن طريقه يمكن نقدم بها الراس هي هذه، يعني انا الطريقه هذه كتعجبني هكا وكتعجبني حتى في الكرعين، وان شاء الله كنوا غنكوماندي لكم يعني طنجيه قرنيه ديال البكري بالكرعين ديال البكري، كدير شي حاجه واعره وان شاء الله يعني الا بقينا في الحياه فكنوا غنكوما نقدمها لكم. هذا الطبق هذا تيخوني انا جربته شي حاجه اللي هي واعره، يعني نخرج شويه على ديما كنعرف الراس مبخر ولا مشرمل مع البصل ولا طيب مع البصله مع الزبيب والحمص. هذه الطريقه هذه تتجي لذيذة ورائعة جدا وتيجي فيها يعني وتتجي واحد التعليكة ما نعاودش لكم، ان شاء الله غادي تجربوها وتعجبكم. القمح اللي طيبنا فانا قدمته هكا سيباري في زليفاس، كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها وتنال اعجابكم، وكنقول بالطلب ديال الاخوات اللي بغاو نحمر الراس بواحد الطريقه اللي هي مختلفه. ان شاء الله اخواتي تجربوها وينال اعجابكم، الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. الى حلقه قبيله بحول الله، وبشركم بركه مسعوده.